طب حادثه الوفاه وبعدين الانتحار، حادثه الانتحار اللي هو اللي اولاد عبد الحكيم عامر بيقولوا قتل. بس انا اللي اقدر اقوله لك اللي انا شفته. كان عندك كام سنه وقتها؟ انا كان عندي وقتها 12 سنه. انا اللي شفته وقتها او اللي يعني حتى على فكره يعني انا شفت بعد 67 وبعد النكسه حصل لقاءات كتير. انا شفت يعني كنت بقعد في البيت والاقي المشير جاي لنا في البيت، كانوا يقعدوا مع وكان يجي يقعد مع الوالد في الجنينه ويقعدوا ويقعدوا ويتكلموا بعد الهزيمه. بعد الهزيمه ها. بس كان وش عبد الناصر كده مختلف اتغير؟ يعني طبعا يعني كان كانش بقابله زي الاول ولا لا 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 ما اعرفش. لا يعني انا ما كنتش بشوفه. انا كنت يعني لو كنت بالصدفه هم معديين يعني كل اهلا يا حكيم وخلاص ما شفتش زي يعني كنت قاعد في البيت ومعديين مثلا خارجين طالعين الجنينه وابقى انا في ال بتلعب بس انا قاعد بلعب وبتاع. انا ما انساش اخر مره شفت المشير فمعدي فلقيته في وشي فقال لي ادم ايه انت فين انت ما وحشتكش وجي وخدته وبوسته وبتاعه وبعدين طلعوا ونزلوا وراحوا قعدوا فضلوا قاعدين في الجنينه. انا ما اعرفش ايه وبتاع وبعد كده. طب روايه لحظه لكن الانتحار اللحظه اللي انا اقدر اقولها اللي انا شفته ان احنا طبعا صيف 67 ده كان صيف كئيب جدا وفضلنا كلنا قاعدين في مصر مكتئبين زينا زي الشعب المصري والامور دي كلها وقاعدين وقاعدين لغايه لما الوالد جه من مؤتمر الخرطوم. بعد ما جه من مؤتمر الخرطوم كان مش عارف مين جاي مقابله وقالوا كان جاي هتحصل في اسكندريه فقال هيطلعوا اسكندريه وحتى قالوا له انت لازم يعني نوع من التغيير اللي مش هتستحمل يعني. فطلعنا اسكندريه. كان اول مره بقى ما طلعناش اسكندريه يعني احنا المره الاولى اللي كنا المفروض نطلع فيها اسكندريه كنا يوم الجمعه مش فاكر يا 2 يا 3 يونيو. كنا على الغدا فالوالده بتقول للوالد بتقول له انا خلاص الدنيا بقت حر وبتاع انا حاسبه انا والولاد نروح اسكندريه وبعدين انت حصلنا الولاد عامل. فقال لها هتطلعي امتى؟ قالت له ان شاء الله انا وضبت هطلع يوم الاثنين. فضحك كده قال لها الاثنين ده الحرب هتقوم يوم الاثنين. كان عارف يعني. انا بقول لك الكلام ده انا سمعته بودني يعني كنت قاعد على الغدا. فالوالده قالت له حتى قالت له حرب ايه وبتاع ان شاء الله لا هتقوم حرب ولا حاجه. وفعلا ده كان اغلق خليج العقبه ولا الكلام ده يعني كان اغلق الخليج كان اغلق خليج العقبه. وبعديها بقى طبعا قامت الحرب وبتاع وتحاولت لنا قاعدين كنت قاعد 12 سنه يعني برضو يعني مهما كان ومهما حصل نفسي اروح اسكندريه بقى. وبعدين واحنا هناك واحنا المفروض راجعين مره واحده كنت عند جماعه اصدقائي راجع لقيت الدنيا مقلوبه في البيت وهرج وعربيات تحت وعربيه الوالد واقفه قدام البيت وايه وايه وايه. فبقول لهم في ايه في ايه في قالوا لا ده الرئيس نازل مصر دلوقتي. ايه يا جماعه حصل ايه في ايه في ايه محدش يقول لي محدش يقول لي. وبعدين طلعت فوق دخلت عليه مش فاكر كان مين معاه كان معاه انور السادات او معاه مين. دخلت لقيت منظره يعني في حاله من يعني عنده حاله من الفجعه وحاله من الحزن لغايه ان انا افتكرت خالد بقى الله يرحمه تكون مثلا عمل حادثه او مثلا والد ابويا توفى او حصل بتاع او حصل حاجه من كان حزين جدا يعني جدا وبقى يعني في. فبعد كده فبقول يا جماعه هو في ايه وبعدين اتخانقت قلت له قول لي في ايه قال لي المشير انتحر.